مرحبا يا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ نحن هلا بالديسمبر بشهر 12، وبشهر 12 كتير برد بالسويد، كل العالم بيعرفوا، بس حبينا نطلع على صيد سمك نشوف بالديسمبر شو بيطلع معنا. خليكم معنا وتابعونا نشوف شو يطلع سمك معنا. مثل ما شايفين دنيا برد ونحتاج للطاقية. الجو كتير حلو، كتير حلو. آبوري، عنا اسمها هاي آبوري، هاي مثل ما شايفين، ما بعرف، بحس انه صغيرة شوي، بس اسمها آبوري هون عنا، ما بعرف والله عندكم شو تقولوه. صغيرة يا ما شاء الله، كل ضربة ويجي سمك. شكرا. أنا اشتري باقشك. هاي منطقة اسمها ستيغابوري، إذا في حدا حاب، إذا عايش بالسويد حاب يجي يصيد. اوف، واو، تاسو يا بلا سستر. من قام من اكسترام من هنا هذا قام رابر هنا اكسترام. من برا. صافي بيضا اكسترام من يا اخي. شوف 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 شوفوا وليس يتسمك. طيب يا اخي
هلا صديقي يقول انه في سترومين هاك. هذا سمك صغير هيك واحد يقليه، بدي اجرب اذا في رح طالع، لانه هالسنه والله ما صبت ولا سترومين، وهلا شهر 12 يعني صعب بيكون في سترومين، بس رح اجرب يعني. يعني 3/4 السطل لحد هلا، هاي الربع. خلينا نكمل. نمر ابو اسك سيهره اللي تسليم. رویو بات هر سو دسترمین یه نه در آبادن بیرد هسترمین یه پشمان در آبادن پشمان خیلی را وين سمك ياو؟ ما في سمك. يعني شهر 12 دايما يعني ما راح يكون فيه كتير سمك، اكيد الصيادين بيعرفوا يعني. مليح مسكنا شوية سمك، شوية شي 4-5 كيلوات. هون
هذا هو سمكاتنا اليوم، خلصنا هون يكفي، نشكر الله. يعني بيطلعوا شيء 5 كيلوات يكفينا. ودائما الصيادين لما يجوا يصيدوا سمك يتقاسموا نص بالنص، يعني مشان تعرفوا المعلومة، يعني مين ماسك اكثر ما دخلوا، يتقاسموا نص بالنص. تاكسو ميكي جمهور تاك فريدوك